ازيك يا سمير؟ كويس الحمد لله. كل سنه وانت طيب. انت بالصحه والسلامه. ليه النهارده انت هتورينا ايه جديد بقى في العيد؟ هوريكوا اتيكيت اكل الكحك والبسكوت. ورينا. يلا بينا. اول حاجه تجيبوا البسكوت. ماشي. نبدا بالبسكوت. قلنا مش بايدك بقى، ان انت ماشي ماشي. نبدا ناخد البسكوت كده. المفروض الناس بتاكل كده على طول. المفروض ما ينفعش. ده كده طريقه غلط. كده غلط. طب قول لنا الصح ايه يا استاذ سمير؟ نطلع واحده كده. اهي. ونقفل العلبة. تمام، ده كده الاتيكيت الصح، الاكل البسكوت والكحك. كده المعلقه خلاص خلص دول. ماشي. نبدا ناكل ازاي؟ نجيب الشوكة والسكينة. نحط كده. نبدأ نقطع. بس كده. وناخدها بالشوكة. تطلعش ليه دي؟ تسيب بالسكينة بقى. أو. وناخدها كده القطعة وتفتحوش بقكم. ده لو خلصوا كده اكل البسكوت الصحيح. ان انتوا تجيبوها وتروحوا واخدين حتة كده وحتة صغيرة تقعدوا تقطعوا كأنكم بتقطعوا بمنشار في خشب. ايه ده؟ تاخدوها وتروحوا واكلينها على طول. نخش بقى على الكحك بقى كده. انت وريتنا عرض البسكوت. الكحك ابو سكر مش بايدك بقى. دي الكحكاية. نقفل العلبة. نبدأ نجيب السكينة والشوكة ونبدأ نشوف الاتجاه اللي هنقطع منه. نحط كده ونبدأ ان احنا نقطعها كده. ده البيتزا كده اتقطعت تلات قطع، واحد اتنين تلاتة. ما ناكلش الفراويت اللي جوه دي عشان دي مضرة. تقف في الزر ونموت. ونبدأ ناخد قطعة البسكوت الصغيرة كده على الشوكة كده. كده اهو. هي دي طريقة أكل الكحك الصح. شكرا شكرا ليك يا عم سمير. تمسك كده وتروح. كده غلط، لكن الصح اللي أنت عملته. ماشي. شكرا ليك. كل سنة وأنت طيب يا ريس. عفوا.